كنديروا خرجنا نتسالاو مع مرات ولدي ومع ولدي ايوا نفوجو شي شويه وكنتمنى يرفع علينا هذا البلاء. هذا هو الاهم، هذا الشيء اللي كنتمنى ان شاء الله يا ربي. بالنسبه للاجواء ديال راس العام، حنا اكيد غادي نحتفلوا وكنحتفلوا بكل دقيقه وبكل لحظه، لاننا هنا في هذه الحياه من اجل اننا نكونوا سعداء. وبالنسبة ل 2022 فأنا لست أتمنى بل أنوي أنها تكون سنة الحرية ليك وليكم كاملين يا رب. تبارك الله عليك. 2021 دازت مزيانة، قوس سنة بكالوريا، الحمد لله حصلت على البكالور ديالي بمعدل اللي هو مشرف الحمد لله، حققت بزاف الأهداف، حصول ديالي رتبة ثالثة في القسم ديالنا وبزاف الحاجات حققتهم، وكنتمنى إن شاء الله جميع المغاربة وجميع المسلمين يقوزوا سنة 2022 إن شاء الله مزيانة، تدخل عليهم الصحة والسلامة. اليوم يعني عندنا اليوم عندهم بوناني، مرحبا بأي واحد، كنرحبوا بكازا بكل شيء، بالبلدان ديالنا، حنايا طنجاوة. ومرحبا بك الحبيب، ومرحبا باي واحد قال جا طنجه وما دوش شي بوناني مضخم. حنا كنتغيروا، ما كاين لا سرقه، عندنا مخزن في بلاد الحمد لله اللي كدوز ليله عاديه ما فيها لا صداع، تقدر تجبر ديك يعني بوناني ديك الطاقات ديالهم يعني كيعليو في السماء، ومع ديك 12 الوحده وهادي ثلاثه الاربعه الخمسه كتبدا رافعه ديالي. زيد سنه جديده انا كنطلب الشباب ديالنا كاملين ما يبقى حتى شي واحد هب في الزنقة مدمر، يتهلاو فيهم يوكلوهم يفتحوا لنا سنتوس مينوريين في اسبانيا. هو راس العام حنا دابا مدوزين في الشمال، انا ولد مراكش جيني حنا ان شاء الله هاد الشمال جينا دوزنا في هاد سنة سعيدة، ويعيدوا ويعاودوا والعقوبة لشي 100,000 ألف 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 سنة ان شاء الله. لا عادي، ما عندنا ما نحتفلوا بهادي، هادي كتسمى الدين ديالهم، اما حنا ما داخلينش في هادشي. قال كتقول واحد الصوره، قول يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبد، سالك الاخر. جيت لطنجه وخدمت وكافحت وتكرفصوا عليا الناس ودوزت صعوبات كثيره، دابا الحمد لله وقفت على رجلاتي وانا خدام بخير الحمد لله، وكنتمنى نجمع شي فلوس نصاوب شي فورت كوميرس ولا شي حاجه ونمشي بحال هاتي هاد المغرب. هذا الشيء ما نحركش اخويا، عندي مونتي عزازين عليا، والده والوالد خوت خويا، ما اجواء ما والو، ما كذبش عليك فهمتيني، بيبط الله خص الفلوس اصاحبي، وما يمكنش تدوز الاجواء بلا فلوس فهمتيني، خص الفلوس باش تدوز الاجواء. خويا غير الصحه والسلامه وطلع عمره وصافي فهمتي، ولا ما تبقى هي فرحانه وصافي فهمتيني، شي ما تنتمناو. نقول لك حتى فلوس هنا فهمتي، هنا بطنا كورنا ملعب، بطنا كورنا طالعين فحالنا صافي، غندوشو غنتسكا وصافي، الطراباخ وغادي الخدمه تخلى علينا بالصحه والعافيه. واخا عارفين عاد قلت في 2021 بحال 2019 نفس السيناريو كيتعاود فهمتي، داكشي اللي كاين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.